Alors, c'est le voyant des premiers de la كان مزاجها زنجبيلا
عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمثت إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين إن المتق هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات
المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
choose that path. You just wake up at 3:30, you pray, and you supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala. Especially that. And also the month of the fasting, of the, you know, the fasting of the sunnah prayers. And don't forget that when you finish Ramadan, there are six days of what? Shawwal. And when you fast, you observe 6 days of Shawwal, you observe the fasting, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said the reward plus the one you have performed during Ramadan will be like you have been fasting a whole year. So you think about it, and after it you will see it's a lot of Dhul-Hijjah will come, you see it. The first, you know, 9 days of what? Dhul-Hijjah. You see also, after it you will see, what's the name? The fasting of what? Yom Ashura. And it's a lot of Monday, Thursday. And you have also 15, 13, 15, 14, 15. If you cannot, you can just choose only one day a week. Because the 13, the 15, the 13, 14, and 15, it doesn't have to do always 13, 14, 15. You can just choose one day a week. And you have three first week, you just have the day, the three days you fast. The one who fasts like that, it's like he fasts the whole month. Because one day of fasting, we know that من جاب الحسن فله عشر أمثالها. When you did good things, you will have the reward of somebody who has done. You will have the reward of someone who has done it 10 times. And ask Allah, you don't even mention. Remember that your Lord will never save your action like that, and He will come and see it like that. He will feed it, keep feeding it, unless you did something that will destroy all your action. Then we come back to what? Shirk. Brothers, shirk. If somebody give you a ring telling you that that will save you from accident. Oh, last time a brother was, you know, showing me the picture of a brother in America here who has like three kind of belt, but it's not belt. Three kind of stuff around his waist. When he made ruku, sujood, all his back was showing up. And all those things was revealed. So the brothers take a picture in the masjid. He was praying in the masjid. A grown man. He has all those things around his waist. And they think that this will save them from what? From any calamity. No. This, if you think deeply that will save you, that's it. It's Shirk al-Akbar. Between you and the one who's worshipping idol, well, that is no difference. Because the one who's worshipping idol, what do they think? They think that those idols can listen to them, can save them from harm, bring them also happiness, bring them good things. So you, as a Muslim brother, you will go and pray. Why do you have all those things? You believe in that. Sometimes it is the ayat of Allah they will put. They will write Qulhu Allah and they will put the name of jinns around. Yes. So a Muslim, when you think about that, all your action you have done, a person who saw on it, all the action they have done, it's destroyed. It's like you took all your action and then put it in a fire. So may Allah save us from shirk, brothers. Because even the one who never even think about committing shirk, Allah warned him. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Here the ayah is talking right directly to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم with all his quality. Allah is warning him. And in my language they said if they warn, you know, the king, you as slave, you have to get ready. If the king is the one who's they warn him, so you yourself, you have to get ready. And there are certain things we eat, it's like, it grow from the ground. You can eat it, it look like it is like a small stone, but it's not. You can eat, I don't know how it's the. The woman asked for the book that you gave yesterday. Oh, I gave someone to give them. Oh, if you want, you can put it in? Yes. The woman, they ask
yesterday, we can get to write the names. Yeah. Okay. Open gates. Well, you can use this one also. Okay. Yeah. Okay. Second. They said if you want to fight people, so funny story. They said that they blind people and those who have problems with their hands, they were going to have a fight. Okay, but the people, the blind people, they came, they have a space where the meeting place is what? Under a tree, a mango tree. So the blind people, when they come, they were waiting. A mango just fall in front and it make noise. When it make noise, they thought that it's their enemies who are there. And they say, oh, they're here. And they start beating each other. So the moment these people came and they see the way they beating each other so mercilessly, they say, hey, this is a training and these people are doing. If we get close to them, they will kill us. So they ran away. So it means when something happened, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had been warned. The one we know that he will never think about committing even shirk. SubhanAllah, Ya Billah. Allah warned him, if you fall in shirk, I have revealed to you, and the same thing I have revealed to the people, the Prophet before you, the messengers before you, that if you fall in shirk, associating Allah in anything, without any doubt, all your action and your prophecy, everything will be dropped off. All that will become vanished. And it's not only that, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and you will be among the losers. May Allah protect us from that. The sister named Aminata, she promised $200. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and khasara is what we all run away from. The man, that man who has all those things on his way, around his waist, he's run away from khasara. But he ran away from khasara and he think he saved himself, but he's not. He's not. So we have to understand that when it comes to that, our actions, okay, we have to always take care of our actions. How the sign of you being accepted during your Ramadan is accepted is what? If you see that you still feeling happiness of worshiping Allah. Brothers, we have that feeling during Ramadan all the time. Sometimes, but it's not all the time also. Sometimes you have the feeling that, mashallah, I really feel connected to my Lord. SubhanAllah, Allah bless some brothers. I still remember one of the imams. Anytime you feel lazy and then you pray behind him, la ilaha illallah. It looks like he gave you some kind of drug. You feel like not, you don't want him to even stop praying. But it's fine if he continues to do so. So you even want him to go and listen to him. And when he's reading, you keep continuing listening to him. Even though you don't understand the meaning of what he's saying. So that is the connection. So the moment you keep doing it, you don't stop, is the sign that inshallah Allah accept your Ramadan. And the good people, they keep asking Allah to bless me to accept their Ramadan for like 6 months after Ramadan. Then that 6 months that is left before Ramadan, they will keep asking Allah, Ya Allah, baligh Ramadan. They will keep asking Allah to give them chance to what? Witness another Ramadan. So Ramadan, they are all here. It's all about what Allah gives them Ramadan. Because Ramadan is a special time, period, that Allah is giving to the people He has chosen. Allah chose you to witness Ramadan, brother. Allah chose you to witness Ramadan, my sister. So don't spoil it. We all. It's not like me speaking, I'm a partner. No, we are all in it. Inna kullun fiha. The one who's speaking is he's not better than you. Sometimes Allah will look at you. Then Allah will accept all our dua. It's just a place that Allah put us in front. That's it. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the only one who will tell them that, will tell the Sahaba, okay, he is the one who fear Allah the most. Because that's how he is. He himself is a tough one. No. Yes, there is a brother, Abubakar Njai, who promised yesterday $500. Mm-hmm. So this one here, the
May Allah reward all of you. May Allah reward all the brothers and sisters who spend for the sake of Allah, for the masjid. This is also saving the masjid in a lot of ways, because as we explained, during the after Ramadan, sometimes the bill comes and is high, and the weekly or the monthly donation that people give sometimes is not enough. We have to complete the meaning of your money. So may Allah reward you. And the day of Qiyamah, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when there is no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, every Muslim who always give a sadaqa charity will be under the shade of what? His charity. The charity will become like a shade and cover him. And may Allah, you know, all of you who has given and those who have intention to give and they don't get opportunity, may Allah make, you know, a shade, a very big shade for all of us, the of Qiyam. And that day, the sun will be under our head. Some people, even their head is like boiling. May Allah save us that day, brothers. So we saying that the sign of you, your action being accepted, is that when you continuously do your good deeds, you don't go back to what? Your bad ways. And we are all human beings, okay? We are all human beings. We're not gonna be like, you know, angel Jibril. We're not gonna be angels. There's no way. And in one hadith, even the Prophet ﷺ saying, if you guys think that you are pure, you don't even ask Allah for forgiveness, I will take you away. I will destroy you, and I will do people who will commit sin, then they will keep asking him for forgiveness. The forgiveness will never stop, brothers. I think it is from Ibn Mas'ud radiallahu anhu, or one of them, who said, the two guarantees that we have from the destruction, from the punishment of Allah, one is on. And I'm going to just make a test. What way is that one that is on? Allah Akbar. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, brothers. Takbir. Who is on? Sheikh Abubakar, Sheikh Waleed. Jazakallah khair, inshallah. Sheikh Waleed, I don't have a faith, please. It's the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the ayah, if I can have the ayah. Inshallah. Allah Akbar. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Because these people, they ask them, subhanAllah, when we think we are horrible, sometimes we think about the people before, sometimes you think they are, it's animal or calf, you don't even know. They say, وَإِذْ قَالُ اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Can you imagine that human beings who are asking the punishment of Allah right away? He said, oh, if the way this man is saying that this is the truth that comes from you Allah, if it is true, then we disbelieve. That's the meaning. We disbelieve. Send down the rain of stone on us. And can you imagine this kind of dua also, because people don't know Arabic, they don't know what is going on. They say, Allahumma, you know, in a certain Quran book, you see Allahumma in red, right? Allahu, Allahumma, Rabbana is in red. They say Allahumma, so around the Kaaba, they make that dua. And the one who is in front is the one making dua, and the people behind him repeat it. Zulmatum ba'duha fawqa ba'd. It's Allahumma, Allahumma, inkana, hadha huwa al-haqqa min indika, fa'amtir alayna. So it's the security who say that, you guys, what are you doing? They call him, say, the dua you making, if this dua Allah accept it, we will never be saved here. If Allah sent down the rain of stone, nobody will be saved. So they asked that kind of punishment right away. And Allah said, no. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ. Allah is not a Lord who will punish them. وَعَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. While you are still alive among them. And the second one is what? Istighfar. So this first guarantee is gone. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is gone. But you and I, we still have the last guarantee. The day we leave that, that's it. Nobody will leave it on the earth anymore. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Brothers, the reason why in our prayers,
is a lot of istighfar, man. Even when you finish the prayer, what do you do? Astaghfirullah. That enough is saving a lot of creation on the earth. Because of you, a lot of creation are in peace. So don't leave istighfar, brothers. When you continue worshiping Allah, it doesn't mean that you're not going to fail in a lot of mistakes. You will fall. There's no problem. But the وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُ. The best of those who commit sins or fail in mistakes are what? Those who return right away back to Allah. It doesn't matter, brother. It doesn't matter if you have to repeat it, you ask Allah today and tomorrow you fail in it. Don't feel shame. Shaitan is playing with the mind of people sometimes. Oh, is this what I ask Allah to forgive me? I feel shy. Of course, because you have that iman towards Allah. But he wants you to come back. Come back to him. And Shaitan even helped a Muslim. How? Shaitan is the one who will put you in trouble and then you will fail in sin. Okay? Then right away you run back to Allah, he's crying. He will start crying. Because it's because of him, you run back to Allah. And you start blaming yourself. The moment you blame yourself with sincerity, Allah sees it. He is more happy to see you than the one who is on the middle of the road, who lost his stuff, provision, everything. Then he sees it back. Allah is more happier to receive you than that. So remember to always say istighfar, brothers. May Allah forgive our sins. And anytime you do it, istighfar, you go back to, you repent to Allah, be sincere. And you ask Allah to help you be steadfast. Brothers, in our prayers, in our actions, there's one dua we should know. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam called us that dua. Innama al-amal bil-khawateen, brothers. The matter is what? Is the end. How did you finish your actions? And we all ask, we always ask what good ended. It doesn't matter how did you start, but it's good ended. May Allah give all of us good ending. May Allah grant us good ending with our families. And may Allah grant us good ending. Brother Yusuf Ridwan. Thank you, Yusuf. Just 3,500. Thank you, May Allah give us good ending, brothers. But there's a dua, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is naked. If you can do it in Arabic, it's perfect, it's good. It's so simple. I can say it's simple, but we can write it out, or we are going to print it out and bring it in the masjid. Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyi dunya wa adab al-akhir. You want to make it in jamaah with your family, your fathers, your... اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. All of us, when we are going around, coming to the masjid, praying and going to Hajj and so on, giving salaqat, it is those two different things we need. Dunya, we want our dunya to be so good, full of what? Blessings of Allah. That's what we say, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. And then we want the akhir also be what? Hasana. And then waqina adhabanna. Wajibna min khizi dunya wa adhabil akhir. That's the thing we scare of. It's two things. We want something and we scare of some things. So the things that we are scared of is only Allah knows, especially when it is dunya. Sometimes you are scared of something, but it's good for you. Asa an takrahu shay'an. وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنت لا تعلم. Sometimes you want something, but it's not good for you, brother. And you dislike certain things. They give you, you say, no, I don't want. But it's what is good for you. And Allah said, He's the one who knows you don't know anything. You just have to let the decree of Allah work. Your consent should be always, Ya Allah, make my decree, anything that is bad, turn it, what, to good. The reason why you have a prayer to God. And may Allah make us witness that night.
And if we already did, may Allah put back any, and may Allah save us from any trial, a lot of trial that will have, that is supposed to be happening in our life during this year. May Allah really remove it and bring tranquility and peace. And may Allah bless us together. So inshallah, make that dua, Allahumma ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhab al-akhirah. And sometimes we underestimate also Rabbana atina fi dunya hasana. That dua, we shouldn't underestimate it. Our parents used to say it at the beginning and the end of their dua. And we think that at that time we thought they don't know anything, but no, that was the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The reason why when you go around the Kaaba, there is a certain moment they ask you a particular dua, you have to say Rabbana atina fi dunya hasana. It's between wealth and wealth. But they will judge those who already make hajj, if you remember. Between which place to which place you have to say Rabbana atina fi dunya hasana. We just learned, maybe one day we all will grab the whole masjid and go to hajj, inshallah. It's between where and where we say Rabbana atina fi dunya hasana. So homework for tomorrow, inshallah. May Allah accept it. And may Allah save us from the hellfire. For all the brothers and sisters, all of you who are coming to the masjid, we really, you know, thank you, and we ask you also to pray for all of us. We never forget you in our personal dua. May Allah accept for all of us, and may Allah bless our lives. We all here, you know, especially this country, we struggle to feed our families, friends, and back home, and everywhere. Those who live also here, is always trying and trying. We run behind the time all the time. We pray, may Allah put blessing in our time. And may Allah bless our lives. May Allah put barakah in our life. If we have children, may Allah bless them, make them true believers. And also, we pray in the brothers and sisters who are looking for marriage, may Allah make easy for all of you. Those who are looking for documentation, may Allah make easy for you also. And put barakah in everything we are doing. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال
قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه
موضعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نشكرك ولا نكفرك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وتقبل صيامنا واغفر خطيئاتنا وتقبل قراءتنا بالقرآن وتقبل قراءتنا بالقرآن واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جائعا إلا أطعمته ولا عاريا إلا كسوته ولا عازبا إلا زوجته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا غنيا إلا باركته ولا غنيا إلا باركته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب
لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you.
C'est le premier. Yeah.